السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البارح كنا نشوف في مدينة ورقلة في الجزائر والناس اللي كاين بيت في ثلاثة أيام في ستاسيو باه يدير ليسانس، واحد بيومين باه يدير ليسانس، واحد جاب لنا كاع المطرح نتاعو وقال لنا ها وين راني في ثلاثة أيام وأنا بايت هنا. يا عجبة، مدينة ورقلة في الجزائر هي العاصمة تاع البترول. منين كنا نهضروا راه عندها 3 سنين ولا 4 ديروا مصفات لأهل الصحراء، ديروا مصفات لأهل الصحراء، ديروا لا كأنهم اللي راهم مسؤولين في الطاقة كأنهم يديروا فيها بالعاني، سي دو سابوتاج. حرام عليكم تديروا هكا للصحراء، ما كاش ليسانس في ورقلة. وزدنا رحنا ثاني شفنا في هذا القجر هاو عندك في الانترنت، وثرن ثاني في تمراس ما كاش ورقلة وراها في التلفزيون، بصح تمراس بعيدة ما وروهاش في التلفزيون. ثاني أهلها ما عندهم ليسانس، ما عندهم مازوت، ما عندهم والو. إذن أنا نقول بلي هذه خدمة سابوتاج. نورمالمون كاع اللي متكلفين في ميدان الطاقة كلهم تزعكوهم وتجو واحد آخرين يخدموا، بصح تزعكوهم اللي راكم باقيين. أنا نهدر للوزير الأول عبد الملك سلال، هذا في 3 سنين كاين بينيري، يعني كاين ما كاش الوقود في ورقلة. شنو درتو ياك الحكام غير هما انو ظن بوتفليقة يقول لكم واش تخدموا كيف ديروا باه توصلوا ليسونس الورقلة؟ هذه ضحكة، هذه ضحكة تحقروا في الشعب البسيط وتلزقوا كلش في الرئيس. الله يشافيه على كل حال. مش هو رانا عارفين مش هو اللي يحكم، رانا عارفينها حتى نشوفوه في التلفزيون يتلقى رؤساء الى اخره. ما يحكمش ما يحكمش، انتوما اللي تحكموا، انتوما من ربعة سلال وربعة وزير الطاقه هذاكم ومانيش عارف، انتوما اللي دايرين الكارثه على خاطر ماكمش تتبعوا اللي متكلف كل واحد بالكتكلف الصالحه تاعو. الله يرحمك يا شادلي، كنتوا تضحكوا عليها كنتوا تضحكوا عليها. الراجل المناسب في المكان المناسب، ياه الراجل المناسب في ورقلة اللي متكلف بالليسانس والمازوت راه في 3 سنين هو حارم الناس. باقين تنوضوا فوضى، يعني باقي تنوضوها يعني بالعاني. يعني لازم نديروا مظاهرات في الجزائر حين حاضر، هذا واش تحوسوا على المظاهرات؟ ليسانس مكاش في تمرست في ورقلة، درتوا لهم يعني مناوشات واحدة أخرى في عين صالح الغاز الصخري، سيروا غير الغاز العادي غير ليسانس ومازوت. وشين داكم الغاز الصخري؟ بصح عين صالح ورقلة تمرست هذو في الصحراء، راكم سامحين فيهم الحكام سلال وصحابه، راكم سامحين فيهم. كيف من بعد 3 سنين هو ليسانس مكاش والمازوت مكاش في ورقلة وتمرست وما زالوا يعانوا نفس المشكل؟ ما كانش كاميوات الكاميو سيتير ما كانش كاين،
ما كاش دراهم كاين هنا سابوتاج باقي انها تخلع. بصح ولاد الجزائر اللي يبقوا الجزائر ما يحبوهاش تخلى ان شاء الله تخلى منكم توما اللي راكم تسير في هذا التسير الاعمى تخلى منكم توما اللي راكم تسير في هذا التسير الاعمى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.